تاريخ اليوم 31 ماي 2023 بتلمسان إتلاف في إطار عملية وطنية كميات من المخدرات ومن مادة الكوكايين. هذه الكميات ناتجة عن عمليات قامت بها مصالح الجيش الوطني الشعبي ومصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني والأمن الوطني في إطار مكافحة هذه السموم. عمل الكميات التي تم إتلافها تتمثل في 2272 كيلوغرام فاصل 27 من المخدرات، وفيما يخص مادة الكوكايين 2 كيلو و654 غرام.